سيادة المقدم الدكتور، أولا أنا أرى شبكة كلمة رحب بحضرتك، وأرى اللي اليوم أول خطوة على الطريق الصحيح وخبر حضرتك من سعة صدر وزارة الداخلية لسماع بعض الأسئلة أو بعض الاتهامات، فهل هذه هتبقى خطوة أولى يعقبها خطوات أخرى أم لا تعاد التجربة مرة أخرى؟ هو في الحقيقة بس في تنويه كده لازم التصحيح ليه، إن دي مش الخطوة الأولى، لأن منذ تولي السيد منصور العيسوي المسؤولية في مارس عقب ثورة يناير المجيدة، وزارة الداخلية بدأت تاخد خطوات غير مسبوقة عبارة عن فتح قنوات اتصال وتواصل مع كل القوى والتيارات، مع كل النقابات والأحزاب السياسية. وزارة الداخلية أصبحت الآن على غير عهدها السابق، تقف على مسافة متساوية من كل القوى والتيارات. كان في منتديات كتيرة جدا شاركنا فيها، وجودي أنا النهاردة وجود مجموعة من قيادات وزارة الداخلية ده دليل على الكلام اللي أنا بقول لحضرتك عليه. السيد وزير الداخلية لا يألو جهدا في تحقيق التواصل والدعم لكافة القوى والتيارات السياسية، إيمانا منه بأن مصر الحبيبة تحتاج منا جميعا أن نتعاون، لأن الأمن كما نعلم هو مسؤولية مشتركة للجميع، الأمن ليس مسؤولية وزارة الداخلية. وأعتقد أن الإدارة اللي أنا شرفت بأن أنا توليت مسؤوليتها، إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان، جزء أصيل من مهامها واختصاصها هي فتح قنوات اتصال وإعادة صياغة صورة جديدة للتعاون بين كافة مؤسسات المجتمع وبين وزارة الداخلية. هل يعد مؤتمر كما حدث اليوم كنموذج يعتبر نموذج ناجح في سعة الصدر، هل يتم التنظيم بقى من الوزارة نفسها للمؤتمر كذلك؟ إن شاء الله يا فندم. أنا بطمن حياتك إن في أمور كتيرة جدا ورؤى كتيرة ومقترحات على أجندة اهتمام وزارة الداخلية، وإن شاء الله الفترة اللي جاية تشهد تعاون مكثف بين الوزارة وكل منظمات المجتمع المدني وكل القوى والتيارات السياسية الموجودة في المجتمع. أسئلة كثيرة ولكن هسيب حضرتك الوقت مرهق، وإن شاء الله لنا لقاء آخر. شكرا. بشكر حضرتك فندم. شكرا.